السلام عليكم ورحمة الله. اليوم معنا غسالة غنية عن التعريف سامسونج. غنشوفو المشكل ديالها هو أن المحرك مرة تيدور مرة ما تيدورش، مرة الغسالة كتشتغل واحد 17 دقيقة حتى لثلث ساعة، وكدير بوز كدير بوز كدير بوز، من بعد ملي كتورك عاوتاني على لابلاي كتخدم الغسالة عادي. غنشوفو فين كاين عندها المشكل في الغسالة هادي. كما غتشوفو دابا غادي نجربوها من لا تيست باش نتأكدو من أن الهضرة ديال الكليان راه صحيحة، حيت بعض المرات كيكون الكليان ما عارفش و تيعاود لك شي حاجة ما كايناش في الماكينة. ضروري أن الماكينة خاصها تجرب قبل تبدا في الإصلاح ديالها، حيت يقدر الكليان تيقول لك هضرة و كتخرج هضرة أخرى. ديما دير الماكينة في تيست باش تأكد ان الهضرة اللي قالك ليا راه صحيحة. ديجا اللي كان جاب لينا هاد الماكينة كان بدل ليها الموتور وكان عندو نفس المشكل، يعني واخا بدل الموتور بدل كان عندو نفس المشكل. جا عندنا تا هو عبر القناة، النمرة غنخليها لكم الفوق، اللي عندو شي حاجة مرحبا بيه. كيما كتشوفو الطريقة ديال الدوران ديال المحرك كيفاش دايرة، من غير تمر الماء. شوفوا الطريقة المحرك كيفاش كيدور، وفي بعض الحالات ما تيدورش المحرك، الماكينة كتعمر بالماء وكتبقى واقفة. ما غتشوفوا هذا المشكل تيكون ديال لاكارت ولا ديال المحرك ولا ديال الكابلاج. في هذه الحالة اللي فيها هنا المحرك بدلناه، بدلو السيد مول غسالة بدل المحرك. جات عندي المحل قلت الكابلاج، الكابلاج كامل مزيان، كلشي مزيان. فين تيبقى المشكل؟ تيبقى المشكل عندنا في لاكارت. كما كتشوفو كيوقف بزاف، وفي بعض المرات الماكينة كدير بوز، خاصك نتا تجي وتعاود تورك لابلاي باش كتعاود هي دير امبلاج. هاد الديفوت ديال سامسونج راه فيه كاين بزاف. كما كتشوفو الطريقه كيفاش كيدور الموتور، مره كيدور شويه مره ما تيدورش على حسب لقانا وصافي. المهم حنا غنصلحوا هذا المشكل هذا باذن الله. خليكم معنا. من بعد ما حيدنا لاكارت من الماكينه هي هذه، دابا غادي لاكارت غادي نحيدوها ونجبدوها، نحيدوها غنجبدوها باش نشوفوها من التحت باش نعبروا هذا الكومبوز هادو باش نعرفوا فين كاين المشكل. من بعد غنرجعوها ونعاودو نجرب. دابا من بعد ما فتحنا هاد لاكارت هادي هي هادي، هادي هي لافيشور ديالها، هاهي. دابا غنحاولو غنجبدو هاد لاكارت، غنجبدوها غنسخنو هاد البلاصة هادي، غنسخنو هاد البلاصة مزيان، ومن بعد غنقلعو هاد لاكارت من البلاصة بطريقة احترافية. المهم نقلعها ونرجعو. المهم هذه من بعد ما قلعناها هاهي، دابا غادي نقشرو هاد الكرة اللي كاينة هنا باش نخدمو في هاد لاكارت ونعبروها. أول حاجة لقينا بعدا الكاباسيتي ضعيفة، كتشوفو من بعد راه غنبقاو نديرو دروس على هاد ليكارت هادو. دابا كنخدمو على السطحيات هنا. من بعد ما صلحنا لاكارت دابا كنجربو فيها، ركبناها في الغسالة وركبناها بلا وجه باش نشوفو واش فعلا غتشتغل لينا ولا لا. لا دابا الغسالة كتدخل الماء، يدخل الماء الكافي، من بعد غتبدا في عملية ديال الغسيل. غنشوف واش المحرك غيدور بشكل عادي. كيف ما كتشوف المحرك هنا كيدور بشكل عادي، كتدور الغساله مزيان. هذه هي الدوره الصحيحه ديال الغساله، ما كتشوفوا المحرك تيدور بشكل طبيعي عادي جدا. هنا كنكون هنا الحمد لله توفقنا اننا نصوبوا هذه الماكينه، والتوفيق من الله، كنا غير اسباب.
هنا في هذه الحالة كان عندنا مشكل ديال لاكارت، كان فيها مشكل. المهم غنخلي لكم النمرة ديالي الفوق، اللي عنده شي حاجة، اللي خاصها شي حاجة يتواصل. بعض مرات كيصونيو لي الناس كيلقاو الخط مشغول ولا ما كنجاوبهمش، كتكون الشبكة عامرة. كنعتذروا للجميع هادشي اللي كاين، والسلام عليكم، وكنتمنوا للجميع التوفيق وجميع الحريفية وجميع اللي خدم في الحرفة هذه، الله ييسر للجميع.